بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، سنكمل اليوم حل تمارين درس مقارنة الأعداد. مثل ما أخذنا يا ثاني في شرح الدرس، قلنا مقارنة الأعداد أهم الرموز اللي عنا إشارة أصغر من وإشارة أكبر من أو يساوي. الآن بدنا نحل التمارين. السؤال الأول، 145 و154. قلنا عند المقارنة ننظر إلى منزلة المئات. أول عندنا منزلة المئات هنا 100 ومنزلة المئات هنا أيضا 100، إذا المئات متساويتان. ننتقل إلى، أحسنتم، إلى العشرات. ننتقل إلى العشرات، هنا 4 وهنا 5، إذا مين أكبر يا ثاني، الخمسة أم الأربعة؟ إذا نقول 154 أكبر من 145. السؤال الثاني، 734 و347. ننظر إلى المئات، هنا 3 وهنا 7، إذا مين أكبر؟ 700. إذا نقول 347 أصغر من 734. سؤال ثلاث، 629 و629. نلاحظ أن جميع المنازل متساوية، إذا نضع هنا إشارة يساوي. السؤال الرابع، 289 298. نلاحظ أن المئات متساوية، العشرات هنا 8 وهنا 9، إذا 9 أكبر من 8، إذا نضع إشارة أكبر، إذا 298 أكبر من 289. السؤال الثاني، أستخدم الأرقام والرموز لأعبر عن كل مما يلي. 7000، طبعا هون يا ثاني في خطأ طباعي، ما في 7000، احنا ما أخذنا الألوف. إذا نقول 700، إذا هنا نشطب الآلاف ونكتبها 100، وهنا 3000 نشطبها ونكتبه أيضا 100. إذا 700، إذا نكتب 700 أكبر من، إذا دائما إشارة الأكبر، دائما التم المفتوح والأكبر، من وجه إشارة الأكبر على الرقم الأكبر، أكبر من 310، 310، إذا 700 أكبر من 310. السؤال التالي، 708، إذا 708، إذا عشرات ما في صفر، أصغر من، إذا إشارة الأصغر، دائما يتم الصغير على الرقم الأصغر، أصغر من 870، إذا 708 أصغر من 870، 700 أصغر من 800. السؤال التالي، أكتب عددا من 3 منازل في المربع لأجعل المقارنة صحيحة. الآن عندنا 295، بدنا رقم أكبر منه، طبعا هاني ثاني ممكن أن نكتب أكثر من إجابة، المهم أنه يكون الرقم أكبر من 295. خلينا نختار رقم أكبر من 200، نكتب 395 مثلا، ممكن 396، 296، عندنا أكثر من إجابة للحل. 402، لكن هان الإشارة إشارة الأصغر، إذا هان الرقم لازم يكون أصغر، ممكن نكتب رقم أصغر من 4 وهو 3، 300 مثلا و2، 320، 350، أي رقم بدك إياه. عندنا 348 و388، هان بدنا نكتب عدد يقع بين العددين، ممكن نختار عدد هان يقع بين 348 و388، أي رقم بدك إياه بيجي بين الرقمين، ممكن نختار 300 358، عدد يقع بين الرقمين 358، أو ممكن 368، 378، أي رقم بدك إياه، عندنا أكثر من إجابة. 579 و597، أي رقم ممكن نكتب بينهم؟ ممكن نكتب 587، 587. السؤال التالي، مع جنى وميس مجموعة من البطاقات، قامت جنى كل مرة بترتيب 3 بطاقات لتكون عددا
ثم أعادت مايس ترتيب البطاقات نفسها لتكون عددا آخر يجعل المقارنة صحيحة في كل مما يأتي. وساعد مايس على ترتيبها. عندنا 625، الآن بدنا نكتب رقم أكبر من هذه المنزلة. عندنا المئات، ما في رقم أكبر، 5 و2 مو أكبر من 6، إذا بنخليها 600. لكن ننتقل إلى العشرات، العشرات عندنا هان 2 وهان الأحد 5، مين أكبر؟ 5 أكبر من 2، إذا بنخلي 5 هي منزلة العشرات و2 بمنزلة الأحد. إذا أصبح عندنا 652 أكبر من 625. 192 بدنا الآن رقم أصغر، أصغر من 192. إذا المئات واحد هو أصغر رقم من خلي واحد منزلة المئات. الآن ننتقل إلى العشرات والأحاد. العشرات عندنا 9 أكبر من 2، إذا بدنا نغير أماكنهم حتى يصير الرقم هان أصغر. إذا بصير العشرات الآن 2 والأحاد 9. إذا 192 أصغر من 129 أصغر من 192. هكذا ننهي حل التمارين، وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.